السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا بصحه جيده وباحسن الاحوال. في هذا الفيديو هذا غادي تشوفوا معايا اكثر من 100 موديل من الجلابه والقفطان باللون الاسود بجميع الاشكال ديالو، سواء بالراندا سواء بخدمه المعلم سواء بالتنبات، اللي تاخذوا منه افكار اللي تقدروا تطبقوا مثلا على الموديل اللي بغيتو او الجلابه اللي بغيتو ولا القفطان اللي بغيتو مثلا. فكما كتعرفوا ان اللون الاسود هو ملك الالوان، اللون اللي كنقدروا نلبسوه في جميع المناسبات، نقدروا نلبسوه يوميا كيف ما نقدروا نلبسوه في مناسبه من المناسبات، نقدروا نخدموه بالتنبات كيف ما نقدروا نخدموه بالزواق المعلم، وكيف ما نقدروا نخدموه ايضا بالراندا، سواء بلون واحد سواء ندخلوا فيه الالوان او ندخلوا فيه الذهبي. هذا هو الميزه ديال اللون الاسود، هو اننا نقدروا ندخلوا فيه جميع الالوان وفي نفس الوقت نقدروا نخدموه اللون في اللون. فلهذا حاولت نجمع لكم اكثر من 100 موديل في هذا الفيديو هذا اللي تقدروا تلقاو فيه الشكل والخياطه اللي بغيتو، سواء في التنبات سواء كيف ما قلت لكم في الراندا ولا في زواق المعلم، اللي تقدروا تاخذوا مثلا فكره فيها مثلا في الالوان بحال هذه الجلابه هذه اللي بالراندا غورميت، بحال هذه الالوينات اللي مدخلين فيها مثلا. الخدمه كيفاش كتبان في اللون الاسود صراحه كتبان رائعه، وغير غورميطها بطريقه وكيفاش كتبان. بالنسبه لهذا القفطان هذا فهو مخدوم مثلا بالذهبي، غادي ناخذوا مثلا فكره ان الذهبي كيجي مع اللون الاسود، غادي ناخذوا مثلا فكره ديال ان البرونزي مثلا بحال في هذه الجلابه هذه البرونزي اولا النحاسي كيجي مع اللون الاسود، وكيف ما نقدروا ناخذوا ايضا فكره ان اللون الاسود كيقدر تخدم اللون في اللون وكيجي رائع. ايضا كنقدروا نخدموه باللون البيج كيف ما كنقدروا نخدموه كامل، سواء في الطرز سواء في الخدمه كامله اللون في اللون، اولا ندخلوا فيه الالوان، جميع الالوان كيتماشاو مع اللون الاسود كيف ما بغى يكون هذا اللون هذا فهو كيتماشى مع اللون الاسود. واكثريه اللي كيجي معاه هو اللون البيج اولا اللون الذهبي، فكيتماشى مع اللون الاسود بزاف. اكثريه مثلا الا كنا باغيين نخدموا واحد الشلابه اولا واحد القفطان للمناسبات نقدروا ندخلوا فيه اللون الذهبي، نخدموا الجلابه كامله باللون الذهبي فهي كتجي رائعه، اولا القفطان كيجي رائع باللون الذهبي اولا البرونزي. هادو هما الالوان اللي كيجيو مع اللون الاسود اللي غنخدموا مثلا في المناسبات، اولا مثلا كنا نخدموا جلابه خفيفه مثلا بالراندا اولا مثلا بزواق المعلم نقدروا ندخلوا هذيك اللوينات في دوك العقاد، او بالنسبه للراندا كنقدروا ندخلوا الالوان كل طريف كنخدموه في بلون، نقدروا مثلا ندخلوا الالوان في الطرز نطرزوا مثلا الجلابه ندخلوا فيها الالوان. فبالنسبه لهذا اللون هذا كاين فيه بزاف بزاف ما يتقال، انا غادي نخليكم تكملوا الفيديو حتى النهايه. الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ما عليكم الا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ان شاء الله، وكنتمنى هذه الموديلات تنال اعجابكم وتستافدوا منها ان شاء الله، وكنتمنى لكم فرجة ممتعة.
Thank you.